أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق، وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غني يا مغني، أغنني غنى لا أخاف بعده فقرا، واهدني فإني ضال، وعلمني فإني جاهل. اللهم افتح لي أبواب الخير، وأبواب السلامة، وأبواب الصحة، وأبواب النعمة، وأبواب البركة، وأبواب القوة، وأبواب المودة، وأبواب الرحمة، وأبواب الرزق، وأبواب العلم، وأبواب المغفرة، وأبواب الجنة، يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهونه، وبارك لي فيه، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه، حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة، واجعل يدي عليا بالعطاء، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير.
ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غني يا مغني أغنني غنى لا أخاف بعده فقرا واهدني فإن إني ضال وعلمني فإني جاهل. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير
ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا غني يا مغني أغنني غنى لا أخاف بعده فقرا واهدني فإن ضال وعلمني فإني جاهل اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم
وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر
من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا غني يا مغني أغنني غنى لا أخاف بعده فقرا واهدني فإني ضال وعلمني فإني جاهل اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب
رزقا حلالا طيبا غدقا سحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا غني يا مغني أغنني غنى لا أخاف بعده فقرا واهدني فإن إني ضال وعلمني فإني جاهل اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير
وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فهونه، وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه، حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة، واجعل يدي عليا بالعطاء، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غني يا مغني أغنني غنى لا أخاف بعده فقرا واهدني فإن ضال وعلمني فإني جاهل.
اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لي فيه وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقا حلالا طيبا غدقا صحا طبقا مباركا فيه حتى لا يكون لأحد من خلقك علي فيه منة واجعل يدي عليا بالعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.